السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي التلاميذ في قناتنا الأستاذ لايف. في هذا الفيديو سأنجز تصحيح سلسلة من التمارين الخاصة بدرس لي لونتيمانس دو فيزيك شيمي بور لي زيليف دو دوزيام اني دي كوليج وبيان دوزيام ابيك. إذن هذه السلسلة تهم درس العدسات الرقيقة، تحتوي مجموعة من التمارين المهمة كما نشاهد. وهذه سلسلة ثانية سأنجزها في فيديو قادم لكي لا يطول هذا الفيديو. إذا كنت أول مرة تشاهد قناتنا لا تنسى الاشتراك في القناة ودعمنا بزر لايك وتفعيل زر الجرس توصل بجديد فيديوهاتنا، كما لا تنسى مشاركة هذا الفيديو مع أصدقائك لتعم الفائدة. كما أشير إلى أنني أنجزت تمارين أخرى بخصوص درس العدسات ولكن باللغة العربية بالنسبة لتلاميذ السنة الثانية خيار عربية. Alors on commence avec l'exercice 1. Déterminer le type de chaque lentimens. إذا حدد نوع كل عدسة من العدسات الرقيقة التالية المبينة في هذا الجدول هذا. إذا هنا المطلوب منا أننا نعرفها من خلال الشكل الهندسي ديالها، وإلا عرفناها من خلال الشكل الهندسي ديالها فكنستنتجوا هل هي كونفيرجونت أو بيان ديفيرجونت. نورمالمون حنا كنعرفوا بان العدسات ابو لونتي دو لونتي دو تيب دو لونتي، كتب هنا لونتي لونتي ابوغ مانس ابوغ ايبي، يعني عدسه ذات حافه، لو بوغ هو الحافه، ابوغ مانس ابوغ ايبي. الوغ العدسه ذات الحافه الرقيقة هي عدسة مجمعة، خصني نكون عارف هاد الشيء هذا، هي عدسة مجمعة، العدسة ذات الحافة السميكة هي عدسة مفرقة. إذا بقى لنا فقط كيفاش كنعرفو أبوغ مانس ولا أبوغ إبي، إلا كان الحافة صغر من الوسط، وسط العدسة هاد المسافة وهاد المسافة اللي في الوسط، فكنسميوها عدسة ذات حافة رقيقة. إذا كانت الحافة كبر من الوسط فكنسميوها عدسة ذات حافة سميكة. إذا فقط غادي نقارنو هنا ذات حافة سميكة أبوغ مانس دونك هي كونفيرجونت، دونك نكتب أ هنا. هذه ذات حافة سميكة، حافة أكثر من الوسط، دونك هي أبوغ إبي، دونك هي ديفيرجونت، نكتب جوج. هذه كذلك ذات حافة سميكة، هذه ذات حافة رقيقة الوسط أكثر من الحافة، وهذه ذات حافة سميكة لأن هذه الحافة أكثر من الوسط، كنقارنو هذه المسافتين، وهنا الوسط أكثر من الحافة أكبر من الحافة، يعني الحافة رقيقة، دونك هذه نيميرو أن. اللي كنعرفو واللي خص كلشي التلاميذ يعرفو هو أنه كاين ستة ديال الأنواع من العدسات، ثلاثة ذات حافة رقيقة، ثلاثة ديال العدسات هما ذات حافة رقيقة وبالتالي كونفيرجونت، وثلاثة الآخرين هما ذات حافة سميكة وبالتالي ديفيرجونت. اون باسو اكزيرسيس نيميرو 2، غولي بار ان فلاش، شاك غايون ليمينو انسيدون باس بار لو سونتر اوبتيك دو لا لونتي، شاك غايون ليمينو انسيدون باراليلمون الاكس اوبتيك، لا ديستونس اونتر لو سونتر اوبتيك اي لو فويي principal image، le foyer principal image passe par le foyer image passe son déviation et la distance focale. إذن الحاجة اللي كنعرفها هنا voyez سهلة، la distance وهنا la distance، هادي سهلة، la distance entre le centre optique O et le foyer principal image اللي هي F prime. شنو كنسميوها؟ كنسميوها لا ديستونس فوكال، هي المسافة البؤرية، هي اللي كنرمزو لها اف بخيم، اف بخيم هنا صغيرة، هنا اف بخيم كتساوي او اف، باش نراجعو بعض المعطيات. نعم، شاك غايون ليمينو انسيدون باس بار لو سونتر اوبتيك باس سون ديفياسيون نو ديفي با، إذن أي شعاع يأتي على العدسة أو يصل على العدسة انسيدون يصل على العدسة ويمر من مركزها البصري فيجتازها دون انحراف. إذن هذا مجموعة من الأشعة الخاصة اللي خصني نكون حافظهم، ثلاثة ديال الأشعة، شاك غايون ليمينو
incident parallèlement à l'axe optique d'une lentille passe par le foyer principal image. Là, dans le principal, il y a un foyer secondaire. Donc, ma radish nahdar aliya fi sana tania i'dadi. Idan passe par le foyer principal image. Ay shu'a yasil ala al'adasa wa huwa muwazi li mihwari al-basari al-ra'isi. Fa yajtaz al'adasa fa yamur min al-bu'ra al-ra'isiya as-sura li karamzu laha f prime. Yamur min f prime. On passe au exercice numéro 3. Complétez les phrases suivantes. Il y a deux types de lentilles à bord mince et à bord épais. Dat l'haffa al-raqiqa ou dat l'haffa samika. La distance focale est la distance entre le centre optique et le foyer. L'IA 40 Zulhab F'. Les lentilles se présentent dans les appareils optiques comme l'adassat toujado fi l'ajhiza al-basariya, l'ajhiza al-basariya comme le microscope, مثلاً, comme le micro. ماشي غير الميكروسكوب كاين المكبره كاين يعني لو لونيت استرونوميك كاين لو جوميل ديك شنو كنسميوها باللغه العربيه المنظار الارضي اللي كيشوف بعيد اللي كيمكننا باش نشوفوا المسافات ابعد الى اخره هناك عده اجهزه بصريه لي لونتي لا لونتي دو بور مانس ايتي لونتي كونفيرجونت et celle de bord épais et celle de bord épais est une lentille divergente. Pour obtenir une image à l'aide d'une loupe, il faut placer l'objet à une distance. Pour obtenir une image agrandie à l'aide d'une loupe mukbira, il faut placer l'objet à une distance inférieure de la distance focale de la lentille. خاص ضروري نديرو OA كنعبروا عليها بهذه الطريقه هذه OA صغر من OF ضروري نديرو الشيء اقل من المسافه البؤريه. اذا هذا الشرط كنعبروا عليه بالعلاقه OF صغر OA اصغر من OF. Parmi les défauts de l'œil il y a deux défauts de l'œil bien sûr اللي كتقراهم في السنه الثانيه اعدادي اللي هي لا ميوبي اي لي بيرميتروبي اي لي بيرميتروبي. اذا هذا كاين هنا قصر البصر وكاين طول البصر. اون باس او اكزيرسيس نيميرو 4 شيماتيزي ان لونتي كونفيرجونت اون ريبريزونطون سون سنتر اوبتيك سون اكس اوبتيك ainsi que son foyer image, sachant que sa distance focale est égale à 3 cm. Alors, je vais faire un peu de la distance focale. La distance focale, je vais faire un peu de la OF, je vais faire F prime, je vais faire OF prime. كتساوي 3 سنتيمتر. بيان سير هاد اون سي كو او اف بريم كتساوي او اف. اذا هادشي اللي غادي نرسمو غادي نرسمو لا لونتي كونفيرجونس وغادي نرسمو المسافه البؤريه اللي هي 3 سنتيمتر. اذا اولا نرسمو لا لونتي اذا هذه هي تقريبا واخا مايله واحد شوي ولكن المهم اعتبروها راه اذا هذه هي لا لونتي كونفيرجونت نسميوها ال باغ اكزومبل
لونتي، ودابا خصنا نرسمو لو سونتر اوبتيك. بيان سير لو سونتر اوبتيك سي لو سونتر ديال العدسه، وسط ديالها هنا، ونرسمو لاكس اوبتيك بيربونديكيلير على لونتي اي كي باس بار لو سونتر اوبتيك. هذا هو التعريف ديال لاكس اوبتيك، هو لاكس كي باس كي بيربونديكيلير على لونتي اي كي باس بار سون سونتر اوبتيك، مستقيم العمودي على العدسه والمار من مركزها البصري اللي هو او. نرسموه كذلك. إذن هذا هو لاكس اوبتيك، دونك هذا نكتبو عليه هنا لاكس اوبتيك. وهذا لو سونتر اوبتيك. دونك بقاو لنا لي فويي، برينسيبال ايماج اي برينسيبال اوبجي. دونك عندنا او اف كتساوي 3 سنتيمتر، اذا هذا هو سنتيمتر، غادي نحسبو هنا 1 2 3، هنا وهنا 1 2 3. دونك هذه غادي نسميوها اف بريم، وهذه غادي نسميوها اف. شنو سميت هذه؟ فويي برينسيبال باردون، هنا فويي برينسيبال ايماج. وهنا فويي la même chose hein. Foyer principal objet. Alors qu'il y a un foyer principal image, foyer principal objet, هنا كاين principal لان كاين واحد لو فويي سيكوندير. هنا ما غاديش نقراوها في هذه السنه، كاين واحد الفويي سيكوندير، وكاين هنا فويي سيكوندير ايماج كذلك. فلذلك ضروري تزيدوا هذا برينسيبال، وكاين لاكس اوبتيك برينسيبال، وكاين ديزاكس سيكوندير. اذا كنظن كل شيء هذا هو المطلوب من خلال هذا التمرين. اي تلميذ خصو يكون كيعرف بعدا اولا يمثل العدسه المجمعه، يمثل المركز البصري هو المنتصف ديالها، ويمثل لاكس اوبتيك عمودي العدسه مر من منتصفها، ويمثل البؤرتين باعتبار المسافه البؤريه. ويزيد هنا بان راه هذه كتساوي هذه، غير باش نعرف. اذا ساتوقف هنا لكي لا يطول هذا الفيديو بطبيعه الحال، وساترك يعني السلسله الثانيه التي تحتوي على تمارين مهمه بالنسبه لحساب قوه العدسه، لا فيرجونس ديال لونتي، وكذلك الانشاء الهندسي اللي مهم ومهم جدا. لذلك اذا استفدت من هذا الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناه، ودعمنا بزر لايك وتفعيل زر الجرس توصل بجديد فيديوهاتنا، كما لا تنسى مشاركه هذا الفيديو مع اصدقائك لتعم الفائده. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.